أحبائي الطلبة، إليكم بعض النصائح بمناسبة العودة إلى المدارس. اشرب الحليب لبناء عظام قوية. لا تقضي وقتا طويلا أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر لتفادي ضررها على عينيك. ابحث عن نشاط تحبه مثل الكاراتيه أو كرة القدم، وأطلب من والديك مساعدتك على القيام به كل يوم. أتمنى لكم عام دراسيا مليئا بالصحة والسعادة.